قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزاد، خاوتنا الكرام، جيناكم في فيديو وخبر جديد. معكم خوكم شرف الدين. في هذا الفيديو يا خاوتي راح تسمعوا ما يقوله محلل عسكري حول امتلاك الجزائر لحاملة طيران بآخر الطراز. خاوتي هذه الحاملة الطيران راهي هبلت المخازنة وهبلت أيضا خاوتي ولاد فرنسا كما على بالكم. قبل مشاهدة هذا الفيديو كالعادة وصلوا 4000-5000 لايك ومرمدوا المخازنة في التعليقات، ما تخليوا لهم والو، نخليكم مع الفيديو. إذا أول تطور اليوم هو استغلال صواريخ مضادة للسفن ومضادة لحاملة الطائرات على وجه التحديد، لذلك فهناك مخاطر كبيرة اليوم أمام أي استخدام للسخوي 30 الجزائرية تجاه أي قطعة أو بما فيها حاملة الطائرات في البحر الأبيض المتوسط وغرب الأبيض المتوسط على حد زعم الفرنسيين. لكن واقع الحال على الأقل بالنسبة للروس فهناك تقديرات تذهب إلى أن مثل هذه التطويرات والتحديثات هي مفتوحة صحيح وأنها موجهة أيضا للسوق الجزائري، لكن مع ذلك فإن هذا ليس أمرا مهددا لأن أمن وسلامة الجزائر جزء من الأمن القومي الروسي كما يظهر بعد هذا التزود الأخير. هذا تقرير من وزارة الدفاع الفرنسية التي ترى أن مثل هذه المناورات وفي هذا الظرف على وجه التحديد وأمام ما يحدث في البحر الأسود وأمام انظروا إلى الدهاء، دهاء الدب الروسي، فإنه حرك المناورات مباشرة في الجزائر فتخفف الوضع في شرق المتوسط وأصبح الآن على خط واحد التوتر في البحر الأسود ومناورات في غرب المتوسط، وحجب كل هذا أي تصعيد باتجاه شرق المتوسط. إذن كل الوضع الجاري اليوم أن الروس استفادوا من المناورات المتقدمة في غرب المتوسط لضرب جبل طارق بين قوسين والبريطانيين على وجه صحيح، وأيضا بالنسبة للفرنسيين انطلاقا من رسائل الجزائر تجاه فرنسا، وهو ما أقلق بشكل كبير جدا كل من الفرنسيين والبريطانيين، وهذا الذي ذكرنا به في ما سمي بمناورات سابقة للإنقاذ. اليوم ردت عليها الجزائر بمناورات تفي بالغلط أمام التحالف البريطاني الفرنسي، لم يجد أي نقطة في العالم سوى غرب المتوسط ومقابل الشواطئ الجزائري. إذن هذا هو التطور الأساسي الأول. التطور الثاني بالنسبة للسخوي 30 مدى فائدتها في التعاطي خصوصا مع ما سمي بالحاملة الطائرات أو من هذا الطراز على وجه التحديد. هناك اليوم إمكانية وقف إلزامات في هذه المنطقة روسيا وجزائريا، ويمكن من غرب المتوسط وانطلاقا من دخول هذه السفن عبر جبل طارق في اتجاه البحر الأبيض المتوسط إلى شرقه ومن ثم العبور إلى البحر الأسود. كل هذا يمكن مباشرة وقفه من البداية من غرب المتوسط دون الشباك في شرق المتوسط ودون الذهاب إلى البحر الأسود. إذن هذا هو الوضع الحالي بالنسبة لهذه المناورات الموجهة أساسا لاستخدامات مباشرة لسلاح الطيران كما حدث تماما مع ديفندر البريطانية في مقابل ما سمي بالسواحل الروسية وهي سواحل جزيرة القرم الأوكرانية التي دخلتها روسيا في 2014 واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من أراضيها. إذن الذي استخدم تماما هناك في ديفندر وأشرت إليه لأن هذا تطور سيكون له ما بعده بالنسبة للتعاطي مع ديفندر والتعاطي مع السخوي 30 لتتزود فعلا السخوي 30 اليوم مع نفس هذه التقنية الروسية، وانطلاقا هذه المرة من مناورات معلنة من طرف وزارة الدفاع الجزائرية بأنها مناورات مشتركة روسية جزائرية محسومة الوضع. إذا أول تأثير سيكون ضد الملكة إليزابيث، فأي تطور تجاه
هذا الأمر ستستخدم فيه الطائرات تماما، كما ضد ديفندر في البحر الأسود، كما ضد أي قطعة أو مدمرة بريطانية في غرب المتوسط. وهذا ما يجعل للجزائر أن تكون لها القوة الكافية لحماية مياهها، وتتجاوز ذلك إلى إمكانية تعطيل المياه أو الملاحة الدولية في أي فترة تراها مناسبة لصالح ساعتها الجيوسياسية، ساعتها السياسية. هذا موكول لأهلها. لكن على العموم فإن التقديرات الحالية الجارية وحسب التقارير المتواترة من الكرملين اليوم على الساعة 7 صباحا، وأيضا التقييم الذي حدث لوزارة الدفاع من البارحة الفرنسية بخصوص التزود بهذه الطرس، إلى درجة أن سيرجي شيميزوف ليخرج للصحافة للقول وبشكل مباشر على أن هذه التحديثات فعلا واقعة. ومجرد أن يقول الرئيس المدير العام لروستك الشركة المصنعة بأن كل هذه الصواريخ اليوم تزود بها السخوي 30، فهذا يعني مباشرة اعترافا روسيا بأن السخوي 30 اليوم هي مزودة بصواريخ مضادة لحاملات الطائرات. وهذا ما جعل الأمور أكثر وضوحا، إذ سنجد في مقال لديفنس بوست بأن الوضع اليوم ليس فقط على صعيد الرادارات ولا صعيد الصواريخ، وإنما على صعيد القنابل، أي أننا أمام توجيه بالقنابل وتوجيه بالصواريخ لمثل هذه القدرة في مواجهة مباشرة السفن. لكن بالنسبة للسفن ماذا استدرك وقال؟ بأنها صواريخ مضادة للسفن، والسفن بجميع، وهذا الذي حاولت أن تتجاوزه ديفنس بوست، لكن بمراجعتنا للندوة التي لهذا الرئيس المدير العام سنجد بكل طرزها، وهذا يعني مباشرة حاملة الطائرات وغيرها. وهنا يطرح السؤال بأن الاستخدام الروسي للاصطلاح يشمل حاملة الطائرات بكل تأكيد. إذن النقطة الأولى أن السخوي 30 الجزائرية الآن مزودة أساسا بمثل هذه القدرة أو المقدرة، إذن هذه نقطة أساسية أولى. النقطة الثانية وأيضا مهمة، فإننا سنجد أن مثل هذا التأطير الجديد للعمليات اليوم في هذه المناورات يشمل بالأساس أن يكون هناك التدخل فور، أن تكون هناك ضربة مع حاملة الطائرات، يعني أن هذا التبادل، تبادل النيران، سيكون حاسما لصالح سلاح الطيران. وكما قلنا فإن ما حدث مع ديفندر المدمرة سيكون أسهل بكثير مع حاملة الطائرات، وقد استخدم الروس مثل هذه التقنية أساسا من وتسليمها الجزاء من أجل تجاوز أي تهديد أو تحدي أيا كان الوضع. فإن الصواريخ اليوم ضد السفن عبر السخوي 30 تعد في نظري على الأقل الفرنسيين بأنه السلاح الأكثر استثنائية في كل المنطقة بما فيها السلاح الفرنسي. وإن كان هذا التقييم صحيحا فإن فرنسا منزعجة وبشكل أكبر أمام ما يحدث من تطورات. المسألة الأخيرة، فإن السخوي 30 وبهذه القدرة الجديدة، القدرة الجوية المضادة للسفن، فإن أدنى اعتبارات في هذا الوضع العام، فإن هناك تقدير مستوف لأمرين اثنين. أولا أن الضربات الموجهة لحاملات الطائرات بهذا الخصوص من هذه السفن كلها تعتبر مدمرة، يعني صواريخ ليست فقط معطرة بل مدمرة، وهنا فارق كبير في مثل هذا الوضع. لذلك فإن الإنقاذ القادم على الأقل بالنسبة للاستراتيجيات التي يعمل عليها الآن الروس مع الجزائريين، فإن هناك أولا استيعاب الضربة،
ثم الرد عبر سلاح يعني في حالة الاضطرار الشديد، فإن هناك احتواء للضربة القادمة أساسا من المدمرة، احتواؤها مرتين يعني في حدود ضربتين مباشرتين على بحرية تعطلت. هذا هو السيناريو، وستنطلق آنذاك السخاي 30 وستدمر عن آخرها مصدر القلق أو مصدر النيران. وفي هذه الحالة أيا كان الوضع فإنه يمكن عزل حاملة الطائرات أو أنها أيضا يمكن تدميرها ويمكن الاستفادة منها أساسا، يعني إعادة تحويلها هذه حالة ممكنة مع الإنزال المظلي، وهذه هي اللحظة الحاسمة التي لم يترقبها الفرنسيون بأي حال. وكل من يراقب الشأن الجزائري فإن الوضع العام بالنسبة للإنزال المظلي الفوري بعد القصف وقبل القصف أيضا يمكن تمكين وضع كامل من إبعاد أي خطر أي تحييد كامل لحاملة الطائرات البريطانية على سبيل المثال. وهذا الذي جعل أساسا الروس يستخدمون نفس التكتيكات في البحر الأسود، ونفس القطع التي في البحر الأسود هي التي انتقلت إلى الجزائر لتنفيذ نفس المهمة، والقول أن بريطانيا ستواجه في غرب المتوسط ما تواجهه في البحر الأسود. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.